الكمية الفيزيائية الثانية اللي هي الكتلة يا شباب، رمزها معروف اللي هي الكاف. طيب ناخذ عليها التجربة البسيطة. أيضا جبت عندي وعاءين وزودتهم بمصدر بكمية الحرارة. الوعاء الأول فيه كمية من الماء، والوعاء الثاني فيه كمية أيضا من الماء، بس كتلة الماء في الوعاء الثاني أكبر من كتلة الماء في الوعاء الأول. هسا مصدر كمية الحرارة، مصدر الحرارة، زودت الوعاءين بالكميات من الحرارة لمدة 8 دقائق، لمدة 8 دقائق، بعد 8 دقائق حطيت ميزان حرارة في الوعاءين، وقست درجة الحرارة. الوعاء الأول، الوعاء الأول وصلت درجة حرارته 100 درجة سيليسيوس، 100 درجة سيليسيوس، وصل لمرحلة الغليان. الوعاء الثاني بعد 8 دقائق أيضا وصلت درجة حرارته 40 درجة سيليسيوس. شو السبب؟ مع انه الوعاءين تزودوا بنفس كمية الحرارة، شو السبب؟ ليش هذا وصل 100 وهذا وصل 40؟ ليش الاثنين ما وصلوا 100؟ السبب اللي هو الكتلة، السبب اللي هو الكتلة، الكتلة في الوعاء الثاني أكبر من الكتلة في الوعاء الأول، يعني مصدر الطاقة الحرارية زود الوعاءين بكميات متساوية من الحرارة. الوعاء الذي يحتوي على كتلة أكبر يحتاج إلى كمية أكبر من الحرارة للوصول إلى الغليان. شو بستنتج من هاي التجربة؟ إنه كلما زادت الكتلة، كلما زادت الكتلة زادت كمية الحرارة اللازمة لتسخينها. كلما زادت الكتلة رح تزيد كمية الحرارة اللازمة لتسخينها، يعني علاقة طردية أيضا.